في رسالة دعم إلى الحكومة العراقية الجديدة، تأتي زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني إلى العاصمة بغداد لأول مرة منذ استفتاء الانفصال. مصادر في الحزب أكدت أن برزاني يلتقي خلال الزيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعددا من الزعماء السياسيين، للتأكيد أيضا على ضرورة جسر هوة الخلافات التي لا تزال قائمة بين أربيل وبغداد. وكانت العلاقات بين بغداد وأربيل قد شهدت توترا عقب إجراء استفتاء إقليم كردستان في سبتمبر عام 2017 الذي أثار أزمة حادة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، دفعت برزاني إلى التنحي عن منصب رئيس الإقليم في نهاية أكتوبر 2017 بعد 22 عاما في رئاسة كردستان العراق. وبدأت الأزمة تشهد انفراجة بعد عدد من الزيارات المتبادلة بين وفود من الجانبين، ثم جاءت الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان التي تصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة برزاني. هذه التطورات أنعشت الآمال من جديد في إعطاء دفعة لتجاوز الخلافات، لا سيما مع تولي عبد المهدي رئاسة الوزراء ومساعيه لتشكيل حكومة كفاءات وطنية تبتعد عن سطوة الأحزاب.